الا بغيتي تعيش مع القصه مزيان دير جيم هي الاولى. تاكد واش درتي جيم، حيت الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا غاديين في هذا المحتوى هذا. سير شي بلاصه مزيانه ديال كيتمان مزيانين وتكالم ليا مع روحك ولا راسك ويلا بينا. حل الباب وشي واحد كيطل من موراه. سولت واش هادي الدار ديال السي سمير؟ كانت واحد المراه اللي واقفه من مور الباب قالت لي ايه هي هادي، دخل دخل مرحبا كنا كنتسناوك. دخلت ورحب بيا السي سمير وجلسنا في الصالون. كانوا ساكنين في دارهم بوحدهم ماشي شقه، واحد الدروج وسط من الدار كيديو للطبقه الفوقانيه، وقريب ليهم واحد الباب مسدود اللي باين من بلاصتو بلي كيدي لاكاب. هادشي كله لاحظتو غير فشي اجزاء من الثانيه باش ما يحسوش الناس بشي حاجه اللي غريبه من جهتي. سولني السي سمير وقال لي واش نشرب شي حاجه، قلت لي ما فياش، بغيت غير نسولكم شي اسئله وندخلوا نيشان في الموضوع اللي جيت على قبله. قال لي مرحبا، غالبا راك عارف التفاصيل كامله اللي صيفطنا لك في الموقع ديالك وداكشي اللي قلت لك في الواتساب، ويمكن صافي غادي تعاوننا في هذا المشكل اللي عندنا. قلت ليه اه، راه قلت لك بلي انا ما كناخذ لا فلوس لا حتى شي مقابل على هاد الخدمه اللي كندير. اللي بغيت منكم هو تثقوا بلي بصح نقدر نعاونكم وتوافقوا على الطلبات والتعليمات اللي نقدر نقول لكم، وما تخافش ما غاديش تكون شي طلبات اللي ماديه، غير شي خطوات اللي خاصكم تحترموها باش نساليو هاد الشيء بالزربه وبطريقه اللي مزيانه. جاوبني السي سمير وقال لي ضروري، بارك علينا غير منين وافقتي تعاوننا بلا حتى شي مقابل، اي حاجه تطلبها نقدر نديرها ما غاديش نتردد، حنا تايقين فيك. شويه واحد الولد صغير جاي نازل من الدروج وجا لعندنا للصالون، جلس حدا ماماه وتما قال لي السي سمير هذا كريم، كريم ولدي. نوض نوض بابا سلم على عمك. شير عليا الدري الصغير بيدو وقال لي السلام. سولته شحال في عمره ويحل يديه وقال لي عنده 5 سنين. هو يكمل باه وقال لي منين راك معانا دابا ما كرهتش تعرف تفاصيل ثانيه من ولدي كريم، راه حتى هو كيشوف شي حاجات وكيقول لي بلي بعض المرات كيدويو معاه. شفت انا في كريم وتبسمت ليه وقلت ليه شكون كيهضر معاك، واش شي واحد شارف كبير ولا شي واحد صغير بحالك؟ قال لي الولد الصغير كنشوف ساره. قلت لي شكون هاد ساره؟ قال لي ساره صاحبتي وكتبغي تلعب معايا ولكن ماماها ما كتبغيش تلعب معايا. قلت لي شكون هاد ماماها؟ سميتها؟ قال لي ما عرفتش، مهم ساره ظريفه ولكن ماماها خايبه. قلت لي واخا وعلاش؟ واش الشكل ديال ماماها خايب؟ قال لي لا، هي كتضرب ساره وكتغوت عليها. قلت لي وفايت ليك شفتيها؟ قال لي اه شفتها واحد المره، ومن بعد ولات فاش كتجي كنتخبى باش ما تشوفنيش. قلت لي علاش كتخبى؟ اذا دارت لك شي حاجه؟ قال لي هي ما مزياناش داكشي علاش ما كنبغيهاش، حتى ساره ما كتبغيهاش، هي كتخلاني. هنا تدخل سي سمير وقال لي حاولت نشرح شحال من مره لكريم بلي ما كاين حتى شي واحد معنا في الدار سميتو ساره، ولكن هو متاكد بلي كيشوفها، وشي مرات كنلقاه كيلعب غميضه مع شي واحد اللي ما كاينش. كنت كنقول يقدر يكون شي صديق خيالي ولا شي حاجه خاصه بالاطفال اللي في العمر ديالو، ولكن من بعد هادشي اللي كيوقع كامل في الدار الحاجات اللي كنشوفو بحال اجسام في الظلام، شي حوايج كتغبر وتعاود تبان في بلاصه ثانيه، وبلا ما ندوي لك على الاصوات الغريبه اللي كنسمعوها كل ليله، واخرتها داكشي اللي وقع لمراتي فاش شافت مرا شارفه في بزاف ديال البلايص في الدار. قلت لي ولكن كنتي ديجا شرحتي لي بلي ما عمركم تاديتو، الحاجه الوحيده هي نفس الحلم اللي كيتعاود يوميا تقريبا. قال لي محال واش نقدروا نوصفوا لك داكشي اللي كنعيشو كل نهار، يمكن ماشي شي حاجه مخيفه لديك الدرجه، ولكن الناس اللي كنشوفوهم في الحلم كل نهار كيقولوا لنا سيرو سيرو خرجوا من هنايا، هذه ماشي داركم، انتم جيتوا غير بالغلط، والشوفات ديالهم في الحلمه كتخلع والاصوات ديالهم كلها كتكون تهديد. وهذا الحلم ماشي انا بوحدي اللي كنشوفه، حتى مراتي حتى ولدي كريم
كنشوفو نفس الحلمه. قلت لي شوف ما عندك مناش تخاف دابا، انا راجعت التفاصيل اللي صيفطتي ليا كاملين وغادي نهنيكم من هادشي كامل. محتاج منكم غير ما تباتوش هنا هاد الليله هادي، عندكم فين تمشيو؟ شي عائله ولا اوتيل؟ قال لي سي سمير راني مقاد الامور ديالي من قبل، غنمشيو عند عائله مراتي، ولا بغيتي شي مساعده نبقى معاك هنايا. بنتي لي بوحدك. تبسمت لي بكل ثقه في النفس وقلت لي ما تخافش، المساعدين ديالي هما هاد الاجهزه الصغيره اللي عندي، راه كلشي واجد ونقدر ندير هادشي بوحدي. هزيت عينيا في مراته الساميه وطلبت منها الا ممكن توريني البلايص اللي شافت فيهم ديك المراه. مشات معايا وورتني البلايص كاملين واللي غالبيتهم كانوا في الجناب ديال البيوتها. قبل ما يخرجوا الناس طلبت منهم يخليوا الباب ديال لاكاب محلول حيت كان مسدود بالساروت، وقبل ما يخرجوا عاود طلبت منهم يخليوني نقول شي حاجه لولدهم كريم. مشيت حداه وقلت ليه المره اللي فاتت فاش شفتي ماما تسارى وخلعاتك شنو قالت لك؟ قال لي قالت لي بعد من بنتي، انت وعائلتك ما عندكم حتى علاقه بهذا الدار، خصكم تمشي ولا غادي نمشيكم انا بطريقتي. وغوتت عليا وهربت. قلت لي صافي صافي ما تخافش، انا بغيتك تكون شجاع، وسارة راه ما غاديش تعاود تشوفها مره ثانيه، هي ماشي صاحبتك كي قلتي وما يصلحش لك تكون صاحبتك، شويه غادي تكبر وغادي يكونوا عندك صحاب حقيقيين صافي. ضحكت مع الوليد وسلمت عليهم كاملين وهما يخرجوا. غير خرجوا خديت واحد النفس عميق بالجهد وحليت الشنطه ديالي وجبت الاجهزه اللي عندي كاملين. كان عندي واحد الكاشف ديال المجال الكهرومغناطيسي والمجسات اللي كنحط في الدار باش تنظم تدفق الطاقه، وعندي حتى كاميرات اللي كتصور الحركه البطيئه. المهم قديت كل شيء، واخا نقدر ما نحتاجش هادشي كامل ولكن احتياط وصافي. خدمت الكرونو في الساعه ودرتو على 10 ديال الدقائق. خديت واحد الحبه اللي مولف ديما كنستعملها فاش كنكون عارف بلي غادي نواجه شي كائن ماشي من البشر، واحد الكبسوله صغيره اللي كتخليني نكون مكالمي ونقدر نتحمل شي مناظر اللي قدر واحد اخر ما يتحملهاش. هاد الكبسوله باش نشرح لكم مزيان بحال كتخليني ما مركزش بزاف، وباش نعطيكم شي شرح تبسيطي كتشبه الحبوب الاكستازي، كيخليو الانسان ما مركزش وفي نفس الوقت شويه موقد وواعي، واخا يشوف شي حاجه ماشي عاديه اللي تقدر دير ليه شي صدمه، الحبه كتخلي ليه الطاقه في الجسم ديالو ودماغه كيكون مخربق بزاف لدرجه ما كيتصدمش، كتكالمي الجسد كامل، وبعض المرات كتخليك ما تستوعبش داكشي اللي كتشوف، ولكن في نفس الوقت كتكون عارف شنو كدير وواعي بشنو قدامك وشنو يقدر يوقع. بديت كندور في الدار ومشيت للدروج اللي كيطلعوا لبيوت الناس للفوق. طلعت بالزربه وبانوا لي جوج ديال البيوت ديال الناس، وحده باينه فيها ديال السي سمير ومراتو، وحده البيت ديال ولدهم كريم. ما تسوقش للبيت ديال الوالدين ودخلت نيشان البيت كريم. طفيت الضوء وشعلت كشاف الاشعه فوق البنفسجيه، الحاجه اللي خلتني نشوف الطباعي ديال شي رجلين في الارض كيضرب داك الضوء فوق البنفسجي، رجلين صغار واللي غالبا ديال شي دري ولا بنت صغيره وبطبيعه الحال ماشي من العالم ديالنا. الطباعي ديال الرجلين كانوا غاديين من جهه الباب حتى الناموسيه. تبعتهم ومشيت حتى قربت الناموسيه، نزلت راسي بشويه باش نشوف شنو كاين لتحت، ولكن ما لقيت والو. وقفت ودرت الكشاف في بلايص ثانيه، بداو كيبانوا لي الطباعي في جهه ثانيه، وهاد المره كانوا دوك الطباعي غاديين حتى لجهه الماريو. مشيت لجهته وحليته بشويه وانا رجع للور بالزربه، لقيت فيه واحد البنت، بنت صغيره واللي العمر ديالها ما فايتش العمر ديال كريم. في اول لحظه حسيت بحال البنت تفاجات وخافت مني شويه، ويدي اصبعها على فمها بحال كدير ليا اشاره نسكت وما ندير حتى شي صوت، وهي تخرج من الماريو كتجري وخرجت من البيت. على ما استوعبت شنو وقع تبعتها وشفتها نزلت من الدروج بالزربه. غير وصلت للدروج لقيت باليا واقفه لتحت، وقفت في بلاصتي وبانت ليا كتشوف على اليمين واليسار ديالها بحال تالفه، وهي تجري عاوتاني. تبعتها نازل من الدروج بجهدي كامل، كان خصني نعرفها فين غاديه بالضبط، وكيف ما توقعت هربات ودخلت للعكاب. كانت اخر حاجه شفتها هي الباب ديال لاكاب وهو محلول وقريب يتسد، شي اللي كيبين انه شي واحد دخل منه. قربت الباب حليته، كان ظلام بالجهد، بديت كنقلب على الضو باش نشعلو قبل ما ننزل. نزلت شويه بشويه في دوك الدروج ديال لاكاب، وبقيت كنقلب على البنت الصغيره، لقيتها مخبيه في واحد الجنب عامر بالاتات القديم وشي كراطن. قربت لجهتها بشويه باش ما تخافش مني وتهرب عاوتاني.
شيت ليها بيديا زعما غير تكالماي وقلت لها ما تخافيش ما غادي ندير لك والو. انت هي ساره ياك؟ حركت راسها وقالت لي اه انا ساره. قلت لها مالك ساره خايفه مني وكتخبعي؟ قالت لي ما كنتخباش منك كنتخبى من بابا. قلت لها ومالو باباك؟ قالت لي ماما كتقول بلي بابا خايب حيت كيضربني. قلت لها وفين باباك دابا ساره؟ بلا ما تهضر هزات كتافها الفوق بحال ما كتعرفش الجواب. قلت لها انا عارف بلي ماماك ما كتبغيش تلعبي مع كريم ياك؟ هزات راسها عاوتاني بالموافقه. قلت لها علاش ما كتبغيش تلعبي معاه؟ قالت لي حيت هاد الدار ديالنا ماشي ديالهم وخصنا نخليهم يمشيو ماشي نلعبو معاهم. قلت لها واخا وفين ماماك دابا ساره؟ هنا هو تقطع الضو. لا لا ماشي تقطع ولكن شي واحد طفاه حيت سمعت الصوت ديال شي واحد اللي طفاه بيده. الصوت ديال لانكاسا ديال الضو تطفات وبديت كنسمع الصوت ديال شي خطاوي في الدروج هابطين. وقبل ما ندير اي حركه سمعت واحد الصوت كيخلع قال لي انا عارفك على جيتي لهنايا وشنو باغي دير. قلت ليها وعلاش زعما هاد الحركه ديال تطفي الضو؟ نهضروا حنا شايفين بعضياتنا احسن. ضحكات وقالت ليا انا شايفك ومن الاحسن ما تشوفنيش بعدا غي دابا. قلت لها واللي بان لك المهم غا خاصك تعرفي بلي انا هنا باش ندير خدمتي. قالت لي خدمتك؟ هاد الخدمه كتعطيك الحق انك تدمر حياه كائنات بحالك؟ واش كيحسب لك بلي انا فرحانه بهاد الحياه وهادشي اللي كندير؟ انا هنا بزز مني. قلت لها واخا وعلاش خليتي العالم ديالكم وجيتي لهنايا انت وبنتك؟ هنا حسيت بصوتها تبدل وما بقاش في نفس البلاصه شي اللي كياكد انها تحركت من بلاصتها. وهي تقول لي انا جيت لهنا شحال هادي انا وساره هربانين من العالم ديالنا. قلت لها هربانين من اشنو؟ وهي تجاوبني قالت لي هربانين من الظلم. قلت لها الظلم؟ زعما كتقصدي الاب ديال ساره كان كياديها ياك؟ هي قالت لي بلي كتخبى منه كان كياديها. قالت لي اه هادشي اللي خلاني ندير هكا. انا ما كنتش باغي ندير هادشي ما كنتش باغي نقتلو ولكن هو اللي خلاني نوصل لهادشي. حاولت بزاف نوقفه ولكن العالم ديالنا خيب بزاف على العالم ديالكم. ما كاين حتى شي واحد يعاونني ولا ينقذني وينقذ بنتي من داكشي اللي كان كيدير ليها. كان ضروري نتهنى منه. قلت لها ومن بعد؟ قالت لي جينا لهنا وهاد الدار ديالنا وما عندنا فين نمشيو وسامير وعائلته خاصهم يفهموا هادشي وانت اللي غادي تفهموا ليهم. هادي داري انا وساره وهادي البلاصه الوحيده اللي نقدر نعيش فيها بامان انا وساره وما عندي فين نمشي. الى لقاوني غادي يقتلوني وساره غادي تعيش بوحدها وهي ما عندهاش من غيري. خاصك تفهم بلي ما نقدرش نمشي من هنا. هما يقدروا يشوفوا شي دار ثانيه ولكن انا ما نقدرش. قلت ليها انت دابا كتقولي بلي جيتي هربانه من عالم اخر حيت قتلتي بات ساره واخا وباو يعاقبوك هادشي اللي فهمت. شنو ذنب هاد الناس اللي انت عايشه لهم في دارهم؟ علاش هما ما يعيشوش براحتهم في العالم ديالهم؟ واش هادي مشكلتك ولا مشكلتهم هما؟ قلت لي وانا شنو ذنبي؟ شنو ذنبي؟ اسمع انا ما خايفاش منك واللي باين باللي حتى انت ما خايفش مني ولكن انا ما غاديش نمشي من هنا لا انا لا بنتي. واش فهمتي؟ انت وهما اللي غادي تمشيو ولكن حنا ما عمرنا غادي نخويو هاد الدار. حنا ماشي مجرمين وحنا ما هربانينش من العالم ديالنا باش ناديو البشر كيف ما كيديروا غيرنا. انا باغي نعيش انا وبنتي في امان وبعيد على اي واحد. انا ماشي غادي نادي شي واحد. قلت لها الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك هي انا هنا باش ندير خدمتي وهذه ماشي شي حاجه شخصيه بيني وبينك ولكن الخبر اللي يقدر يكون مزيان. هنا قطعتني وقالت لي راه قلت لك ما غاديش نمشي من هنايا ما غاديش نمشيو. وفي ديك اللحظه هزيت الكشاف ديال الاشعه فوق البنفسجيه ودرته في الجهه ديال الصوت باش نشوف السيده اللي كنت كنهضر معاها وهو يبان لي واحد المنظر اللي كيخلع بالجهد. مرا شارفه وشعر ابيض عينيها كلهم غضب ومستعده من شوفات ديالها باش تاديني بابشع طريقه. الجسم ديالها بدا كيتحرك فلاك كتجري لجيتي بالزربه وكتقول بعد منا بعد منا. رجعت انا الله شويه وانا نشوف الساعه ديالي باش نعرف شحال باقي ديال الوقت. جبت كارو من جيبي وشعلته بقى لي 10 ديال الثواني. جريت النطعه اللي كانت طويله واستجمعت القوه ديالي خشيت يدي في الجيب الاخر باش نجبد واحد الحجره عندي وانا ننطق بعد ما حيدت الكارو من فمي وقلت الخبر الزوين هو باللي غادي تبقى انت هنا وبنتك بجوج.
وغي جبدت الحجرة من جيبي وخرجتها من واحد البواطة ديال المعدن، كانت مصيبة خصيصا. بدا كيضرب واحد الضوء خضر من ديك الحجرة، وعرفت بلي الوقت المناسب. الغضب اللي خليتها فيه خلى الطاقة ديالها بزز منها تكون باينة في الجهاز عندي، شي اللي عطاني إشارة بلي كاينة طاقة كبيرة في المنطقة اللي أنا فيها، وهنا جا الدور ديال الحجرة. غير ميت الحجرة لجيت البلاصة اللي كانت واقفة فيها، في ثواني الحجرة بدات كتمص الطاقة ديالها كلها، حتى كنلقى الصوت ديالهم ما بقاش، واللون ديال الحجرة بدا كيتبدل، وبدا كيبان تحت من داك الضوء ديالو واحد الخيال، ولا باش نكون دقيق كانوا جوج ديال الخيالات. تقدر انت دابا فاش كتسمع هادشي غادي تقول غير خيال وخرافات، ولكن خصك تفهم بلي انا كنعرف اكثر منك، وخصوصا في مجال علم الطاقة، والدراسة ديالي فيه خلتني نعرف شي حوايج شحال هادي كنا كنقولوا عليهم غير خرافات واساطير. مد لي ديك الطفاية ولا السوندريي وبلا ما تبقى دير فيها فهم كثر من القياس. وباش غنشرح لكم مزيان، هذاك الحجر اللي جبت من جيبي كان بحال الاسطوره ديال مصباح علاء الدين اللي عنده القدره يحبس الجن حتى يخرجهم شي واحد بشي طريقه معينه. وانا توصلت لهداك الحجر حيت ما كاينش شي حاجه سميتها اساطير، كل اسطوره فيها شويه ديال الحقيقه، وهاد شويه هو اللي خاصنا نوصلوا ليه باش نعرفوا الحقيقه. هاد الحجر بين القدره ديالو هادي سنوات، وبسبب القوه اللي عنده بقوه ما هو نادر ولا كاين غير في السوق السوداء. كنت نقدر نجمع شويه منه شحال هادي فاش كنت كنقرا واحد البحث، كنشرو واحد الباحث الماني كيربط ما بين الحجر الرمادي وعلم الطاقه، وديك الساعه بديت انا كنحسب ونقلب حتى لقيت بلي هاد الحجر عنده قدره انه يمتص شي انواع ديال الطاقه. كانوا علماء روحانيات كيقولوا بلي هاد الطاقه ديال الجنون ولا الارواح اللي رجعت من الموت. وجربت بزاف ديال التجارب اللي خسرت فيها بزاف، وفي الاخر قدرت نستعمل الحجر باش نحبس الطاقه ديال الجن. كنقدر نحبس الجن في ديك الحجره ولكن ماشي للابد. خليوني نكمل لكم. لك بخوا وبقيت بوحدي، مشيت شعلت الضو وطلعت مع الدروج وخرجت من الدار، وانا كنشوف من مورايا باش نتاكد بلي ما بقى حتى شي حاجه. خرجت ومشيت لحدا طوموبيلتي، ولكن الصراحه عائله الجين اللي حبست بصح كانوا مظلومين، هربانين من العالم ديالهم لهذا العالم اللي القوانين ديالهم مختلفه، وعايشين في خوف ورعب ديما. الحاجه الوحيده اللي قالتها الوالده ديال ساره وكانت بصح هي ما عندهمش بلاصه ثانيه من غير هنا، بحالهم بحال بزاف ديال الجيل اللي عايش معانا، عائلات اطفال وحتى عيالات بوحدهم من بزاف ديال الديانات والمعتقدات. ولكن اللي مختلف في ساره والوالده ديالها هي انهم بصح ماشي مجرمين، وما كانوا باغيين ياذيو حتى شي واحد، ماشي بحال واحد العائله ديال الجيل اللي طردتها هادي عامين من العماره ديال الحاج المعطي فاش كانت عندي واحد المهمه نجري عليهم باش تحل واحد الشركه تما. ما غاديش نقدر نقول سميتها، ولكن هذيك العائله بصح كانوا مجرمين، زعما عائله الجن، ويستاهلوا شنو وقع لهم. مني وقفت حدا طوموبيلتي جبت تليفوني وصفت ميساج لسي سمير، قلت ليه بلي يقدر يرجع لدارو غدا الصباح وفي اي وقت، وبلي صافي كلشي ولا مزيان والدار خوات من اي حاجه. ركبت في طوموبيلتي ديماريت وتحركت لطريق البحر، كانت الدنيا خاويه. جبت داك الحجر من جيبي وشفت فيه وانا نقول له ما كتستاهلوش مصير من غير هذا، هو انكم تعيشوا ديما بجوج ولكن في بلاصه ثانيه ماشي في ديك الدار. بسلامه. رميت داك الحجر لجهه البحر وغيقاس الماء بان فيه واحد الضوء بحال كيردوا لي السلام، وبقى كينزل حتى ما بقاش كيبان. شعلت كارو ورجعت لطوموبيلتي، ركبت فيها ومشيت. وانا راجع للدار حسيت بواحد الصوت كيهضر معايا، عرفتي داك الاحساس فاش كتكون كتفكر في شي حاجه بينك وبين راسك وكتسمع صوتك؟ هذاك هو الاحساس اللي كان عندي في ديك اللحظه، ولكن الفرق هو ماشي صوتي، ما كنتش كنفكر في داكشي اللي كنسمع في ديك اللحظه، واحد الصوت اخر كيقول لي واش كيحسب لك هادشي اللي كدير غادي يوصلك لشي حاجه، انت غير كتخربق واكبر فاشل. حاولت نبعد هاد الافكار على راسي، حسيت بلي خصني نوقف دماغي على هاد التفكير هذا ونشغل راسي باي حاجه، فخدمت راديو ودرت اول اذاعه وانا نسمع فيها نفس الصوت كيقول واش كيحسب لك بلي هكا غادي تحيدني من دماغك. يا قلت لك فاشل، علاش كدير هادشي كامل؟ ولو تشكون انت ما عندك حتى شي هدف وما عمرك غادي تعرف دير شي حاجه. جهدت الخوت الصوت ديال الراديو باش نحبس التفكير ديالي، وبديت كنسمع داك الصوت في وسط من دماغي كيقول ما لاقيتش شي حاجه تضيعها من غير راسك دابا، من بعد ما ضيعتي كل شيء بسبب الضعف والكلاخ ديالك. بديت كنهضر مع راسي في مخي وكنقول خرج ليا من دماغي، خرج، كنقولها وكنعاودها.
وصلت للدار وكان داك الصوت ديجا مشى. حليت الباب ودخلت للدار، وكيف العاده ما شعلتش الضو. ما عرفتش علاش، هادي مده وانا كنحس هكا كيعجبني الظلام والسكات. كانت شي حاجه سمتها الموسيقى ولا الصداع، ولكن كنحتاج غير فاش كنبغي نوقف التفكير ديالي ونشغل راسي بها. ومن غير هادشي لا، كنبغي غير السكات والكالم. وليت كنبغي نبقى بوحدي. القوانين الوحيده اللي انا مؤمن بها بلا شي اثبات علمي هي قوانين اللي حطها واحد المهندس مشهور سميتو ميرفي. منها مثلا توقع الأسوأ، حيت هادشي اللي غادي يوقع. السبب الايمان ديالي بهاد القوانين هو حياتي. احيانا يكون اختفاء الوحش مرعب اكثر من الوحش نفسه. من بعد ما دخلت البيت وجلست حسيت بواحد الاحساس في الشكل، حسيت بلي شي حاجه متقله على صدري كتورك عليا وكتزير. كنبغي نتنفس ولكن قلبي كيضرب بالجهد. كنتنفس بصعوبه وكنضرب رجليا مع الارض. ما عرفتش باش تبليت حتى كنسمع واحد الصوت في دماغي كيقول من بعد داكشي اللي درتي فينا شنو كيحسب لك غتكون النهايه ديالك؟ ما كنتش قادر نتنفس، ولكن واخا داكشي كنجاوب. نطقت وقلت كيفاش النهايه ديالي وشكون نتوما؟ جاوبني داك الصوت وقال لي حنا اللي دمرتيهم ودمرتي حياتهم. واش كيحسب لك بلي منين وصلتي بالعلم ديالك لهادشي اللي فيه انت دابا راك وليتي اله كتحكم في المصير ديالنا وكتدخل العالم ديالنا وتغير في القوانين ديالو؟ هادشي كامل يدوز عادي؟ لا. شويه بديت كنشوف خيالات كتحرك حدايا وكتدور بيا، وبدات كتاخذ الشكل ديال المراه والبنت اللي جريت عليهم من الدار. ديك ساره امها، وهي تنطق ديك ساره وقالت لي علاش درتي فيا هادشي؟ علاش؟ انا كنت باغا غير نلعب مع كريم وغير نعيش. ودوات الوالده ديالها وقالت انت دمرتيني ودمرتي حياتنا كامله، علاش؟ جمعت النفس ورديت عليها، قلت لها هادي خدمتي وهذا ماشي العالم ديالكم. بديت كنسمع الصوت ديال ساره كيقول عمي عمي واش ممكن تخليني غير نعيش عافاك؟ حسيت بواحد الخلعه في شكال مملفش نحس بها. وقفت وبديت كنرجع للور حتى وصلت للجنب ديال البيت. بديت كنغوت وكنقول بعدو مني خليوني. انا وانا نسمع نفس داك الصوت اللي كنت كنسمع فاش كنت في الطوموبيله ديالي كيقول لي انت دخلتي للعالم ديالنا ودمرتي حياتنا، هادشي كامل على وده. شركه بغات تبنى في بلاصه العماره اللي كنا فيها والبلاصه الوحيده اللي كنا نقدروا نعيشوا فيها، ولكن دابا غادي تخلص كل شيء. وما تلقوا واحد الضحكه عامره شعر واللي باقي كنسمعها في ودنيا لدابا. جمعت شويه ديال القوه اللي عندي وجاوبت قلت لا لا العماره ديال المعطي تما كنتو كتاذيو الناس وكتخلعوهم باش حتى واحد ما يسكن فيها، هذا ماشي عالم ديالكم باش ديروا فيه هادشي. جاوبني داك الصوت اللي في دماغي وقال لي انت اش كتعرف علينا؟ اش كتعرف على حياتنا واللي خلانا نوصلوا لهادشي؟ واش كيحسب لك كنا فرحانين ومرتاحين؟ حنا راه كنا هربانين من مصير خايب في العالم ديالنا وجينا لاجئين للعالم ديالكم باش تجي انت تضيع كل شيء. حنا راه بغينا غير نعيشوا. جاوبت وقلت ولكن انتوما راه مجرمين، مجرمين في العالم ديالكم وهربانين لهنايا وباقيين كديروا نفس الحاجه حتى هنا. كان ضروري يكون هذا هو الجزاء ديالكم. عاودوا كاملين نفس الضحكه وجاوبوني. اصوات كثيره كتجاوب في صوت واحد، جزاء ديالنا. واخا هذاك الجزاء ديالنا، ودابا انت من بعد ما حبستينا وعذبتينا وقتلتي ارواح بريئه ما عندهم حتى شي ذنب، الا حنا كنا درنا الذنب وهذيك عقوبتنا، هما مالهم؟ من بعد داكشي اللي درتي شنو غادي يكون الجزاء ديالك دابا؟ بصاره وما كانوا بريئين. بديت كنقول بعدو مني حيت بديت كنتخنق بزاف. خبيت وجهي بيديا وبغيت نغوت باش يبعدو مني. فاش حيدت يدي ما لقيت والو، لا اشباح لا خيالات ولا حتى صوت. فكرت نوض من بلاصتي وانا نسمع واحد الصوت اخر كان مختلف، وكنت عارف داك الصوت، عارفه مزيان ديال من. وانا نسمعو قال لي حبيبي. جاوبت بلا ما نحس اسمع حبيبتي انت هنا؟ في ديك اللحظه بانت قدامي فوق الناموسيه وهي لابسه الكسوه الكحله ديالها وصباطها بالطالون الاحمر وشعرها مطلوق. كانت كلها زوينه بحال شي ملك بلا جناح، حيت انا اللي كنت جناحها اللي كيكملوها. سولتها قلت لها كيفاش؟ قالت لي ما تخافش انا معاك. جلست حدايا وشدات في يديا قلت لها توحشك بالجهد، الحياه بلا بيك ما كتسوى والو. بدات كتزير لي على يدي بالجهد بحال كتقول لي ما تخافش انا حداك دابا. ميلات راسها عندي درت يدي وقربتها ليا وعنقتها. قلت لها علاش خليتيني بوحدي هنا؟ انا ما قادرش نكمل بلا بيك. قالت لي خاصك تكمل بيا ولا بلا بيا، واش كيحسب لك بلي انا ما معاكش؟ انا معاك ديما وكنشوف فيك في اي وقت ما تخافش. قلت لها ما بغيتش نعيش بلا بيك، خليك معايا ولا ديني معاك، ما تخلينيش بوحدي هنايا. ردات عليا وقالت لي
ضايرين بيك ناس كيبغيوك، غير انت ما تخليش الشوفه ديالك للحياه الصغيره. كنت كنقولها لك ديما، ما ديرش هاد الحدود الكثيره بينك وبين كل الناس، عيش حياتك، عيش انت القدر ديالك تعيش باش نحقق الهدف ديالنا. جاوبتها وقلت لها وفين هو الهدف ونجي ما كايناش؟ علاش بغيتيني نعيش في الدنيا اللي ما عندها حتى شي طعم وانت ما كايناش فيها؟ قالت لي شكون قال لك ما عندها حتى شي طعم؟ شوف مزيان، شوف فين وصلتي، شوف فين وليتي، واش عارف هادشي اللي كدير فين وصل بيك؟ سميتك ولات مشهوره في العالم ديالهم اكثر من العالم ديالنا، كلهم ولاو كيعرفوك وكيخافوا منك ودايرين لك 100 حساب. قلت لها هادشي اللي كيخلي كل شيء صعيب كثر، ما بقيتش قادر نصبر اسماء. قالت لي خصك تصبر وتقاوم وتكمل على ودي. قلت لها كنبغيك، كنبغيك بالجهد، ما بغيش نكمل وانت ما كايناش. قالت لي بغيتي نكون معاك ديما، بغيتينا نعيشوا مع بعضياتنا الوقت كامل وصافي. قلت لها انا ما بغيتش اكثر من هادشي، هذا هو الهدف ديالي في الحياه. قالت لي ايوا ضروري تاخذ لي حقي. قلت لها حقك؟ قالت لي خصك تنتقم من اللي دار فيا هادشي، خصك توصل لي وتحاسبه، ما بقاتش صعيبه عليك، انت دابا كلشي بين يديك واش تقدر توصل ليه وتدمره وتاخذ لي حقي. غتخليني بحالك كان بعد هادشي كامل اللي وقع ليا؟ قلت لها واخا، ولكن كيفاش غنوصل ليه؟ قول لي كيفاش، عاونيني باي حاجه. هنا بدا الجسم ديال اسماء كيختفي بشويه بشويه، وصوتها كيسكت بلا ما تجاوبني، حتى من الشده ديال يديها بدات كتخفف. قلت لها خليك معايا ما تخلينيش، بقاي. مشات ومشى معاها كلشي، وانا كنحاول نستوعب هادشي اللي وقع كامل. حاولت الناس وما قدرتش، هيت ما نحاول ولكن والو. قوت تفكير ودماغي ما باغيش يوقف، وانا كنفكر في حاجه واحده، كيفاش نوصل لشنو باغي في اقرب وقت، وكيفاش ناخذ لها حقها. فقت الصباح ولقيت بزاف ديال الايميلات والميساجات في الموقع ديالي. هاد الموقع كنت درتو باش الناس تتواصل معايا وتصيفط لي الحالات اللي عندها، وانا كنفلتريها وكنعزل منها الحالات اللي مناسبه ليا واللي غادي تكون تجربه مزيانه ليا وتخليني نزيد نطور المهارات ديالي. ولكن هاد المره لقيت واحد الحاله غريبه شويه، شي واحد مصيفط لي بزاف ديال الايميلات ورسائل كتوصف نفس المشكله. بنت عندها 26 سنه وعندها اعراض في الشكل، صوتها كيتبدل، كتخدم العنف مع الناس اللي معاها بزاف ديال المرات، وما كتبغي لا تاكل ولا تشرب، وبعض المرات فاش كترجع لحالتها الطبيعيه كتقول كلمه واحده، جهن. بقيت كنقرا الاعراض والتفاصيل ديال الحاله مزيان، وانا كنسول راسي جان يمكن كتقصد بها باللي ساكنها شي واحد من الجن، ممكن يكون مارد ولا عفريت ولا يمكن شيطان. وانا كنقرا الحاله حسيت باحساس فشكال، وتفكرت الصوت ديال الاسماء فاش كانت كتقول ليها ضروري تاخذ لي حقي. ولا كنتو تالفين شويه بشويه بشويه غادي نشرح لكم كل شيء. اللي فشكل في الحاله ديال البنت، هاد البنت اللي قلت لكم دابا، هو انه الحاله ديالها فيها واحد التشابه كبير مع الحاله ديال الاسماء من جهه الاعراض وحتى العمر. ما ترددتش بزاف واتصلت بالرقم اللي كان في الايميلات والميساجات اللي وصلوني. رد عليا واحد السيد باينه فيه كبير من صوته، شرحت ليه بلي غادي نتكلف بالموضوع وبلي غادي نكون عندهم من هنا ل 40 دقيقه. شكرني بزاف ورحب بيا، قطعت التليفون وجدت راسي وجمعت الشنطه ديالي ومشيت للعنوان اللي قال ليها. الا جينا نشرحوا داكشي اللي وقع ليا الليله اللي قبل بطريقه ديال شي طبيب نفسي، غادي نقدروا نفهموا انه البارح جاتني ازمه هلع. الشرح ديال الطبيب النفسي، ازمه هلع اللي كيوصل لها المريض ديال الاكتئاب ملي كيكون مقلق بزاف ومضغوط عليه. كنت سولت شي طبيب نفسي كان غيقول لي بلي حالتك غاديه وكتكفس نهار لنهار، ولكن ما عنديش مشكل، المهم هو شفت اسماء البارح، شفتها ودوات معايا. وكذلك الطبيب النفسي غيقول لك لا راه حتى شي حاجه من داكشي ما وقعت، انت كنتي كتشوف داكشي اللي عقلك باغيه ولا خايف منه. وصلت للعنوان ديال دوك الناس ونزلت من طوموبيلتي، خديت الشنطه اللي فيها الادوات ديالي اللي نقدر نحتاج، دقيت في الباب وحلت لي واحد السيده اللي عرفت بلي هي ام ياسمين، سميت البنت. وغير العلم ياسمين هي الحاله اللي جايه على ودها. الشنطه ديال الادوات كنوجدها على حسب الحاله بطبيعه الحال، الا كانت شي بلاصه مهجوره ولا مسكونه بحال عماره المعطي ولا دار السي سمير ولا شي حاله ديال اللمس او اللبس كيف ما كيسميوا الشيوخ والدجالين، ولا 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 كل حاله وشنو هما الادوات اللي نقدر نحتاج فيها. انا كنخدم بالعلم وهذا هو سلاحي الوحيد والاقوى بطبيعه الحال. غادي تقولوا لي ملي فيك هاد الفهمات كامله علاش ما تنشرش هادشي اللي انت درتيه والنتائج اللي وصلتي ليها؟ علاش ما تفيدش ناس ثانيين يعرفوا هذا المجال العلمي؟ غنقول لكم حيت ما كيهمنيش هادشي كامل. شنو الاستفاده سميتي عارفوا شويه ديال الكائنات الفانيه بحالي؟ شنو الفكره زعما؟ انا كندير هادشي حيت انا باغي نديرو على قبلي.
تقدروا تقولوا بلي كنلقى في هاد الخدمه راسي. ناس كثيرة في التاريخ ديال البشريه الكامل والمحدود خلو تاثير على الكوكب ديالنا والعالم ديالنا، ولكن باش تخلي تاثير في عوالم ثانيه فهذا ماشي انجاز، هذا اعجاز. المهم دخلت للدار ديال دوك الناس، سلمت على الاب ديال ياسمين وشكرني حيت وافقت على الحاله ديال بنتهم. من بعد الالحاح الكبير ديالهم طلبت منهم نبداو نيشان حيت ما كانش الوقت. رحبوا بالطلب ديالي بزاف حيت باينه بلي عايشين في هذا الكابوس بزاف، وبطبيعه الحال ما كاينش اللي غادي يقدر يعاونهم قدي. وصلوني للبيت ديال ياسمين ودخلنا كاملين. قال لي الوالد ديالها ياسمين ها هو الاستاذ جا باش يعاونك، وهي تقول لي امها ما عرفتش وليدي فين كان مخبي لنا هادشي كامل. الله يهديك بنيتي. ياسمين كانت كتشوف فيا الوقت كامل حتى فاش كانوا والديها كيدويو، بحال كانت باغا تقول شي حاجه. وباسرع وقت قربت لجيتها ولقيتها كتحرك فمها وباغا تقول شي حاجه، كتقول غير حرف الجيم وكتحبس. كانت هي مربوطه في الناموسيه من يديها بجوج. عرفت من الاب ديالها بلي كانوا جابوا شي شيخ من اللي كيقولوا انهم كيفكوا السحر وكيطردوا الشياطين، وقال لك خلى لهم الماء مقري عليه القران وشي حوايج في شكل. ولكن كيف ما متوقع ما عاونها فوالو داك الشيخ، هادشي لا ما كانش دمر النفسيه ديالها اكثر واكثر. ياسمين ما كانتش قادره تهضر، وانا نقولها دوا ياسمين اش باغا تقولي، بقات ساكته فمها محلول وكتشوف فيا وساكته. قلت لها مالك ياسمين؟ هي بحال التبلوكات في بلاصتها، عينيها ما كانوش كيرمشوا بمراه. دوا باها وقال ياسمين ها بنتي وياسمين. ديك لقطه ياسمين دارت واحد الصوت بحال روح ديالها ما كانتش فيها، ورجعت بحال غوتات، خدت النفس ديالها في مره وحده وهي تقول جان. قلت في دماغي جان، عاودتني هاد الكلمه اش كتقصد هادي؟ اش كتقصد بلي ساكنه شي جن من الجان؟ ما عرفت الصراحه، ولكن اللي شفت هو انه الجسم ديال ياسمين تفرش كامل فوق الناموسيه، وعينها تقلبوا للفوق ولاو بيضين، الجسم ديالها كيتهز وهي كتعاود نفس الكلمه بتقطع. بطبيعه الحال ما حساش براسها، كتعاود كلمه جان جان هكا كتقولها مده قصيره، وهي توقف من الحركه وسكتات، والوالده ديالها بدات كتبكي والوالد ديالها كيحاول يفيقها. فكان خاصني ضروري نتدخل، وقلت لهم الا ممكن انا عارف انتم عائلتها وخايفين عليها، هادشي علاش غادي نطلب منكم حاجه واحده، على ود ياسمين وعلى ودكم تسناوني برا في الصالون ربع ساعه بالتمام، هادشي الا ما كانش 10 ديال الدقائق وغنخرج عندكم وياسمين غتكون بخير. شويه كنسمع واحد الضحكه كلها شعر وصوت ديال راجل كيهضر، قال لي شهاد الثقه عندك دكتور. كنا تلفتنا لعند ياسمين واكتشفنا بلي الصوت جاي منها، لقيت والديها كيشوفوا فيها وكيشوفوا فيا، وعينيهم كلها صدمه وحزن، عارفين بلي دخلت في الحاله. وهي تزيد تنطق ياسمين وقالت بواحد الصوت غليظ، اللي يشوفك ما يقولش بلي فاش حاولتي تعاونها مات. شفت في والديها وقلت لهم عافاكم غادي تخليونا بوحدنا ربع ساعه وغادي نخرج لكم بخبر زوين. وهما خارجين لقيت ياسمين بدات كتقول بابا ماما ما تخليونيش معاه، هذا جاي باش يقتلني يا بابا، خرجوه برا انا وليت بخير، قالتها بصوتها. بداو كيشوفوا فيها وعينيهم كلها دموع، وقبل ما يفكروا في اي قرار غبي قلت لهم هذه ماشي بنتكم، الكائن اللي كتسمعوا دابا كيحاول يستعطفكم حيت عارف بلي غادي نعاون بنتكم، ما تسمعوش الهضره ديالو باش نقدر نعاونكم ونعاونها، واي حاجه سمعتوها بلا ما تدخلوا عليا للبيت. هي تدوي ياسمين بنفس الصوت ديالها، قالت سمعني يا بابا ما تخلينيش معاه، انا بنتك ياسمين بنتك الصغيره، هذا ما غاديش يعاونني غير غيقتلني يا بابا. وانا نقول لهم شوفوا عندكم تدخلوا حتى لسالي ونخرج انا عندكم، واش موافقين ولا نمشي في حالتي دابا، ولا نمشي تكونوا متاكدين بلي ما غنعاودش نرجع وحتى شي واحد ما غيقدر يعاونكم. بات ياسمين هضر وقال لي موافقين موافقين غادي نخليوكم معاها وربي يجيب الشفاء على يديك. جا مراته وهما يخرجوا بجوج، سديت الباب ومني تاكدت من الصوت ديال خطاويهم ولا بعيد ومشاو للصالون، شعلت التليفون خدمت واحد التطبيق سميتو حساب باش نعبر القياس ديال البيت، جبت واحد الجهاز من الشنطه ديالي حطيته في الجنب ديال البيت بعيد عليا وعلى ياسمين. هو ينطق نفس داك الصوت من ياسمين، داك الصوت الغليظ، وقال له ما كسي الدكتور هاني جالسه وكنتسناك. تلفت عندها ورجعت قديت الجهاز اللي جبت على التردد اللي مناسب مع مساحه الغرفه اللي حسبت من قبل، وهي تعاود تقول ليها واش باقي ما غتجيش خلاص. عاود تلفت لعندها وهي تبدا كتضحك وقالت لي مالك دكتور حشمان مني ولا شنو؟ قرب ما تخافش. حليت الشنطه ديالي وجبت الدفتر والستيلو
وهي تقول لي زيد قارب ما تخافش. بيني وبينك هذه ياسمين ما نقولكش. انا عارف الجسم اللي انا فيه وجدته ليك غير باش تجي وتعيش مع راسك. هنا وهي تغمزني وكملت وقالت انا عارفك دكتور، عارفك كتعاني شحال من عام دابا من نهار باش مات مراتك. شحال تيقني. ما بقيتش عاقله بقوه الكثره ديالو. هي تغمزني عاوتاني. نزلت عيني وكتبت في الدفتر ديالي قالت ما بقيتش عاقله، اذا انا دابا كنواجه جن وانت وخاصو ديال غليط بحال شي راجل. الجن فاش كيبغيو يهضروا براحتهم ما كيهضروش بصفه الشخص اللي ساكنينه واخا يكون معاه راجل ولا دري صغير، لا كيدويو بالصفه ديالهم هما. ثاني حاجه كتبتها هي هاد الجن بالضبط عارفني مزيان وعارف الماضي ديالي. هضرت وقلت ليها ما ناخذوش راحتنا ونهضر نيشان وتعرفيني على راسك. انا كنشوف بلي راك عارفاني ولكن انا ما كنعرفكش. جاوبتني ياسمين وقالت لي ما كتعرفنيش. كيفاش ما كتعرفنيش؟ ركز شويه دكتور، ركز وتفكر مزيان. ها صافي دغيا قدرتي تنسى. انا نخوت توترت واحد شويه من الوقيته اللي هاد الجن هذا جبت سميت مراتي، ولكن حاولت ما نبينش وكثرت هضرت على هاد الموضوع هذا خلاني نفكر ونقول بلي يمكن عندها شي علاقه به. دويت مع ياسمين وقلت لها شنو باغا تقولي؟ ها شنو علاقة مراتي بالموضوع؟ أنا راه جاي لهنا على ود ياسمين، هاد الفعيل ديالكم عارفها مزيان، بغينا نساليو هاد الشي دغيا. جاوباتني وقالت لي فعيل ديالنا. أودي يا دكتور أنت والله حتى مسكين، ما عارفش بعدا حتى مع من كتهضر، سير تتعرف. ديك الساعة تقدر تدوي بثقة كاملة، أصلا أنت أكثر واحد عارف بلي ما غاديش تقدر تخرجني، حيت كون كنتي تقدر ما كنتش غادي تخليها تتعذب، حتى ضاعت منك. هادشي كامل كان بسبابك. علاش ما خرجتينيش ديك الساعة السي الدكتورة؟ قلت لها انتي اللي. قالت لي انا اللي تفكرتيني ولا باقي خاص نفكرك؟ هنا نخوت الاحساس بالقلق تزاد عندي كثر وخايف نمشي ندخل في وحدة من حالات الهلع اللي كتجيني. تبت راسي شوية وتحكمت في اعصابي ونزلت نجبد شي حاجة من الشنطة. وفي ديك اللحظة وفي اخيب توقيت رجع لي داك الصوت اللي كان في راسي بواحد الضحكه كلها شر كيقول لي اشنو عاوتاني باغي دير؟ ياك جربتي من قبل كل شيء حتى حاجه ما صدقات، جربتي السحر والدجل وجربتي حتى العلم والو، ديتي على الفقهاء والشيوخ والدكاتره وحتى شي واحد ما قدر يعاونك. شوف شنو درتي لها. هنا رؤيا عندي بدات كتشوش وبحال البيت اللي انا فيه بدا كيتبدل. ياسمين ما بقاتش في ديك البلاصه بحال ولات في بلاصه اسماء. كنت لابس كوستيم وهز في يدي الشنطة، ماشي هادي اللي عندي دابا ولكن شنطة قديمة ديالي، وحس براسي في دارنا ماشي في الدار ديال ياسمين. وأسماء حلت عينها وكتشوف فيا وكتقول لي جيتي على سلامتك. قلت لها الله يسلمك حياتي. قالت لي توحشتك، وليتي كتعطل وكتقول لي والو، كنبقى مشوشة عليك الوقت كامل، هادشي ماشي معقول. قلت لها ما معقول شلالة. عنقتها. أسماء باش نعطيكم تعريف عليها خفيف، كانت هي حياتي ومن نهار دخلت ليها بدلتها كاملة وبدلتني حتى أنا معها. هادشي كله كان واقع وبديت كنحس بالشدة ديال يدي كتخفف عليها، ولكن هي كانت كتحيد من قدامي تاني. البلاصة اللي أنا فيها بدات كتبدل عاوتاني، وكنشوف أسماء قدامي فوق الناموسية وكتغوت وكتهز من بلاصتها وعينها كتقلبوا حتى من صوتها كيتبدل وكتضحك ضحكات كلهم شر وكتقول أنا خديت روح ديالها وخديت روحها والوقت باقي جاي باقي جاي وغادي ناخد روحك حتى أنت. كتبقى كتضحك. دخلت في واحد الحاله في الشكل وبقيت كنهضر مع راسي وفي نفس الوقت بحال كنتخنق، ما عرفتش علاش كنشوف هادشي كامل. كل شويه كيتبدل الحدث والبلاصه، كنشوف اسماء واحد الفقيه كيقرا عليها، شويه كنشوف اسماء مع واحد الطبيب نفسي مشهور كيحاول يهضر معاها وما كيعرفش، والصوره كتبدل مره ثالثه كنشوف اسماء كتعذب وكتشد في يديها وهي متاسفه على الحاله ديالها ولا حالتي وانا ما قادرش نعاونها، وكتقول لي انا خايفه وكنواسيها وكنقول لها ان شاء الله غادي نلقاو شي حل وضروري ما يكون غير الخير، ما تخافيش غادي تولي بخير وغادي نولدوا وليداتنا كيف ما كنتي كتحلمي ديما وغنعيشوا بجوج ونشرفوا بجوج. الدموع تجمعوا في عينيها وكنقول لها غنبقاو ديما اسماء بجوج. كتجاوبني وصوتها كله خوف كتقول لي راني خايفه ما تخلينيش بوحدي. كنقول لها ما غاديش نخليك ما غنخليكش. نفسها بحال كتحبس ولا شي حاجه كتخنقها، شهقات بالجد وكنحاول نقادها باش تنفس
وكنشوف وجهها كتبان ليا واحد الضحكه ترسمات على وجهها. كان هذا اغرب وقت تشوف انسان كيضحك فيه هو كياخذ اخر نفس ديالو في هاد الحياه. واش متخيل؟ انا شفت مراتي وهي كتضحك وكتخنق في نفس الوقت، كتشوف فيا شوفه كلها حقد اللي ما عمرني شفت شي حاجه بحالها نهائيا من عندها. تخيل انه هذه تكون اخر ذكرى عندك لشخص كتبغي لاقصى حد. الصوت اللي في دماغي رجع وكيقول اش كاين؟ غتخليها تموت؟ غتخلي ياسمين تعيش نفس المصير ديال مراتك؟ وهنا رجعت للبيت ديال ياسمين، كل شيء رجع كيف ما كان. عرفت بلي الجن كيتلاعب بيا كيف ما بغى. جاوب داك الصوت وقلت ليه ما غيوقع ليها والو. قدام مراتي ما كنت قادر ندير والو، ولكن دابا ما غاديش نخلي هاد البنت تموت. سمعت واحد الضحكه وداك الصوت كيقول عاوتاني نفس الكلمه. ما غاديش تخليها، واش ما بانش ليك كتعاود نفس الماضي ديالك عاوتاني؟ غتبقى ديما بحال هكا، ما كتعرف دير والو، مكلخ من الفوق. قلت لي غادي ناخذ لها حقها، حق مراتي غادي ناخذه، وغادي ننقد هاد البنت هادي. شفت في ياسمين وقلت لها ياسمين عاونيني، انا عارفك سامعاني، تفكري ماماك. انا عارفك كتبغيها وكتخافي عليها. شفتها كيفاش كانت كتشوف فيك وقلبها مقهور؟ غتقدر تمشي فيها الا وقعت لك شي حاجه ياسمين. جاوبني داك الصوت ديال ديك الجنيه من وسط منها وقال لي صافي هادشي اللي عندك ما تقول. والله حتى راك تافه، كنت عارفه بلي ما تبدل فيك والو. ما تسوقش لداك الصوت وكنكمل كنقول لها ياسمين عاونيني، انت قلتي جان، شرحي لي اكثر. جان اين نوع؟ قولي لي اي حاجه ياسمين، على ود والديك اللي ما يقدروش يعيشوا بلا بيك. بدات ياسمين كتحاول تنطق وكتقول نفس الكلمه جان. كنحاول نزيد نشجعها وكنقول لها كملي يا ياسمين كملي. كتحاول تنطق وكتقول لي سميتي جان جان. هنا البيت بدا كيتهز والناموسيه كتمشي على اليمين وعلى اليسار بحال شي زلزال، ولكن انا متاكد هادشي واقع غير في البيت بوحدو. بحال الهلاوس، بحال داكشي اللي شفت من دابا شويه. كتحس بالحيط غيطيح، ولكن ما كانتش شي حاجه تقدر تطيح وتهرس، حيت كانوا حيدوا اي حاجه ممكن تادي ياسمين بها راسها. حاولت نتمالك الاعصاب ديالي ونحافظ على الثبات ديالي. جبت السماعات ديالي من الشنطه، درتهم في ودنيا وخدمت الموسيقى اللي كتعجبني. دخلت يدي في جيبي وورقت على التليكوموند اللي كنت مخبي. الجهاز اللي كنت حاط في جنب البيت عقلت عليه خدم، واللي كنت ضابطه من قبل على حساب ديال الحجم ديال البيت. هاد الجهاز كان كيبت موجات من نوع في طا، واللي كتطلق مجال مغناطيسي كبير وكتقدر تشل الحواس وخصوصا السمع. كتعرفوا القنبله ديال الفلاش اللي كيستعملوا العسكر، اللي كتخليك ما تسمعش الا تفرقعات حداك. فهاد الجهاز كيطلق نفس الموجات ديالها. انا مجهد المزيكا باش ما تاثرش، وبالزربه بديت كنكتب في الورقه السميه اللي قالت جان تاء جيم الف نون. قلت لكم انا في الاول بلي كنستعمل غير العلم باش نواجه هاد المخلوقات، وهذا هو الدور ديال العلم الاوفاق. هاد العلم هو اللي غادي يعاوني دابا، خصوصا ملي عرفت سميه الجن اللي في ياسمين، واهم حاجه هي تعرف سميه الجن اللي في الشخص. واحد الحسبه حافظه مزيان وعندي فيها خبره كبيره، بديت كنحل المساله اللي ما عنديش ليها وقت كثير، وداكشي كان بسيط. التاثير ديال الجهاز ما كيفوتش جوج ديال الدقائق. بقيت كنجمع في الحروف وكنحول الارقام وكنحاول نوصل الاسم المضاد لسميه جان. كنكتب والوقت كيدوز بالزربه، كنقول مع راسي تكالما تكالما وركز. صوت الجن كيضحك يقول لي واش انت ما كتعياش وباغي تضيع حتى هاد البنت مسكينه. فهمت بلي كيحاول ياثر عليا باش ما نقدرش نكمل هاد الشيء. ما خليتوش ياثر عليا وانا كنكمل الحساب ديالي. الجيم الباء الالف راء، سميه جبار. جبار اسم من اسماء الله الحسنى، هاد الاسم العدد ديالو 206. بديت كنجمع الارقام في 6 ديال المربعات، ومن اليسار بديت كنكتب 50 28 26، وتحت منها 39 65 102، وتحت منهم 115 13 78. الوقت سال والتاثير ديال الجهاز ما بقاش، ما كنتش حاس بالوقت. ياسمين فكات الحبال باش كانت مشدوده وكتبان ليا مخرجه عينها فيا وطايره في السماء وكتغوت. شي حاجه لاحتني حتى تخبط مع الباب. ما كانش عندي وقت باش نستوعب الصدمه، كنغوت وكنقول للناس اللي برا ما تخافوش حتى واحد ما يدخل، عندكم شي واحد يحل الباب. كنزحف في الارض باش نوصل للشنطه ونجبد اخر حاجه محتاج الحجر. جبت تورميت واحد جوج متر قدامي، وياسمين كانت طايره الفوق وجهي لجهتي وهي كتغوت. دورت الدفتر اللي كنت كنكتب ونرسم فيه الجدول، حطيته قدام عينيها قبل ما توصل ليا، وانا نغوت بسميت جان. داك الحجر بدا كيتوهج، وجان ولا نقولوا ياسمين بدات كتغوت، والدخان كحل كيخرج من فمها، والحجر كتمص داك الدخان
وقبل ما تطيح ياسمين في الارض جريت لعندها وشديتها. كان سكات في البيت، حطيت ياسمين على الناموسيه وهي ما واعياش بشنو واقع وغالبا سخفانه. مشيت هزيت الحجره ودرتها في بواطه ديالها وخشيتها في الشنطه. خرجت من البيت وطمنت عائلتها وقلت لهم بلي خاصها دابا شي طبيب اللي يشوف حالتها ويتبع معاها حتى ترجع لصحتها كيف ما كانت من قبل. وقبل ما يقولوا اي حاجه ولا يحاولوا يشكروني خرجت بالزربه وركبت طوموبيلتي ومشيت للبلاصه اللي خاصني نكون فيها دابا. وقيل زربت عليكم شويه ونتقل شويه ونشرح لكم بعدا. الجهاز اللي استعملته كيطلق الموجات شنو هو؟ موجات ثيتا. هاد الموجات المهمه ديالها باختصار شتت اي طاقه في المكان، وفي هذه الحاله هي شتتات الطاقه ديال الجن، خلته ما قادر لا يشوف ولا يسمع ونقدر ديك الساعه نغفلو. هادشي عطاني الوقت باش نكتب الوفق واللي هو ارقام كتستعمل باش تحبس الجن مع اسم من اسماء الله، واسم الله هو اللي كتحتاج باش دير الوفق على اساسه. نقدر نقول لكم بحال حولت اسم الجبار بواحد الحسبه اللي ما نقدرش نشرحها لكم وما نبغيش شي واحد تاني يعرفها، كافي انني فاهمها وكنخدم بها. واسم الجبار في حالتنا كان هو اللي غادي تستعمل باش نحبس اسم جان، والوفق كيتستعمل باش نفصل بين الطاقه ديال الجن والطاقه ديال ياسمين، بمعنى انه يخرج منها. ومن بعد استعملت الحجر رمادي باش نحبس ديك الطاقه وسط منه زعما الجن. ركبت في طوموبيلتي كي قلت لكم وشديت الطريق برا المدينه، واحد البلاصه اللي حتى هي ما نقدرش نقول لكم معلومات كثيره عليها، واحد الارض في الخلا اللي حتى شي واحد ما كيوصلها. حطيت طوموبيلتي بعيد شويه وتمشيت على رجليا وهز معايا الشنطه ديالي وفاس باش نحفر. فاش وصلت للعلامه اللي عارف غير انا بوحدي بديت كنحفر 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 حتى الفاس ضرب واحد الحديده. حيت التراب اللي كان في الجناب حتى بانت ايد ديال الباب من الحديد، حليته ودخلت وسديته من مورايا. شعلت البيل اللي عندي وبديت نازل، كانوا درجات قلال اللي كينزلوك باش تكمل في واحد النفق اللي صغير. مشيت فيه وانا حاني ظهري حتى وصلت لفين كاين الضو وانا نشعلو، ويتبان قدامي الابواب الخمسه كانت كلها ديال الحديد، اربعه منهم مسدوده ومحفور عليهم ارقام، كل رقم كيعني الوفق اللي كيحبس الجن اللي وسط منه. باب الجن ديال عماره المعطي، وباب الجن ديال القصر شامبليون، وباب ديال الجن ديال واحد الفيلا كبيره، وباب ديال الجن ديال واحد المجمع سكاني. هادو كانوا اصعب جنون اللي دوزت وتلاقيتهم في هاد البلايص هادو اللي ذكرت من قبل، وهما دابا كاينين عندي في المختبر الصغير ديالي، وانا مسميه جحيم الجن في الارض. الجحيم اللي داير فيه باب خاص بالجن اللي كان السبب في الموت ديال اسماء، ودابا قلت لكم جا وقت الحساب. هو نفس الجن اللي كان في ياسمين ولا الجنيه. جبت الحجره ودخلت من الباب اللي محلول، هو الباب الخامس اللي ما قلتش لكم بلي راه مسدود. حطيت الحجره لداخل واللي كان كيبان فيها بحال شي خيال كيتحرك وكيدير انعكاس في شكل. شفت فيه وقلت ليه دابا جات نوبتك باش تودع العالم ديالك ومرحبا بك في العالم والجحيم ديالي. سديت الباب وجبت واحد الحديده كنكتب بها في الباب، كتبت الوفق كيف ما كان عندي في الدفتر، والمعلومه خاصو يكون محفور وبين ماشي غير مكتوب، هو اللي كيخلي الجن محبوس في البيت بحال شي طلسم كيسد عليه تما ما يخليش يفوت ديك البلاصه. وغير باش نزيدك كنت مركب ميكروفونات في الحيط مزروعين باش ما يوصلهاش شي مجال كهربائي، مزروعين وسط من الحيط حيت كنت محتاجهم كيشدوا ليا المجال المغناطيسي باش نسمع الصوت ديال الجن. من بعد ما ساليت مشيت للطابله وشعلت البيسي، حليت البرنامج باش خدام، درت الغرفه رقم 5 وضغطت على ابداء. تطلق واحد المجال المغناطيسي قوي بزاف في البيت، حطيت السماعه في ودنيا واللي كانت كتسمع الصوت ديال الميكروفونات اللي لداخل، حتى سمعت الصوت ديال الحجره وهي كتفرقع. العلم اللي وصلت ليه هو اللي خلاني نتقن هادشي اللي كندير دابا. الحجره ما كانتش هي السجن اللي اخترعت، ولكن بالعلم ديالي قدرت اني نعاود نخرج الجن من الحجر ونحبسه في بلاصه ثانيه، وهكا نقدر نعذبهم كثر. وتجان اللي كانت السبب في الموت ديال اسماء غادي نبقى نعذب فيها هنا وغتبقى تعذب هنا حتى نموت، وهادشي يمكن ما غاديش يكون كافي باش يعوضني على شنو ضيعات عليا. دابا جا الوقت باش ناخذ الحق ديال اسماء ونخليها ترتاح في قبرها. الخطوه الجايه هي نضغط على الزر الثاني اللي غادي يطلق مجال كهربائي كبر ومعاكس للمجال المغناطيسي، وهذا المجال الكهربائي كان كيخليني نعذبهم بلا ما نضمهم، كان هذا هو الانتقام ديالي. قبل ما نورك كنسمع الصوت الضحك في السماعه. قلت في دماغي شنو هادشي، فرحانه حيت غادي نعذبها، وانا نقول لها اللي كيضحك للخر هو اللي كيضحك بزاف، غير ضحكي دابا. وهي تضحك عاوتاني،
قالت لي هادشي علاش كنضحك حيت راك ما فاهمش ودرتي الخطه كيف ما هي. كنسول راسي اين خطه هادي عاوتاني هادي تسطات وغالبا ما قدرش تستوعب الصدمه اللي هي فيها. وهي تقول لي انت سولتيني علاش ضحكت وانا جاوبتك وغير باش نعطيك تلميحات كتر. انا راني جان بنت النعمان. هنا حسيت بحال شي ضو ضربني من ودنيا من دوك السماعات لحتهم. صوت كان مجهد ما قدرتش نستحمله ولكن الصوت بقى مطلوق واخا حيدت السماعات. وانا نكتشف باللي الصوت كاين في راسي. راسي كان غادي يتفرقع طحت في الارض وما قادر نسمع والو وشوف بدا كيمشي ليا وكنحس براسي كنفقد الحواس ديالي وحده من المور الثانيه وما قادر نتحكم في والو. كنغوت وكنتقلب بالجهد في الارض. شي حاجه كتوقع ليا ماشي نورمال. ما عرفتش شنو وقع حتى كنحل عينيا وكنحاول نهضر بزز وقلت انا فين. وجاوبني واحد الصوت قال لي مزيان اللي فقتي ما كنتش بغيت نمشي قبل ما تشوفني ونشوفك ويمكن غادي تكون هذه اخر مره. ما عرفتش الخوت شنو كيوقع وعلاش ما كنتش قادر نتحرك كاع بحال مشلل. قال لي داك الصوت اللحظه اللي خرجت فيها من الجسم ديالك كانت اقوى منك وما قدرتيش تستحمل وهادشي غير اعراض جانبيه. جاوبني بعدا مرتاح في البيت ديالي. قلت البيت ديالك وبدا كيرجع لي الشوف كنشوف شكون كيهضر معايا والبلاصه. البلاصه اللي فيها انا هي البيت رقم 5 اللي قلت ليكم. كمل داك الصوت وقال لي انت تعذبتي باش تبني لي هاد البلاصه ولكن حشومه. واش هاد البيت تليق بالمقام ديال ملك من الملوك الجان؟ تسنى نسيت ما عرفتكش عليا. اللي كيهضر معايا كانوا الملامح ديالو بدات كتبان كان كيشبه ليا بزاف. لا كان انا سولته قلت لي انت كيفاش؟ قطعني وقال لي راه انا هو انت وكنت معاك الوقت كامل. وانا قلت جان فين هي جان؟ جاوبني وقال لي جان صافي الدور ديالها ساله وعرفها تجيبك لهنايا. باباك فخور بك بنتي. الدور ديالها كان انك تخرجها من ديك البنت وتحبسها وتجيبها حتى لهنا ومن بعد تستدعيني هي ونخرج انا منك. وهادشي اللي وقع. قلت لي شنو بغيتي مني؟ قال لي ما بغيتش والو. شنو غادي نبغي منك اصلا؟ انت اللي كتقلب عليا من شحال هادي وما رديتيش البال بلي انا معاك ديما. وكان كيشير على راسه. قلت لي انت هو؟ قال لي انا هو الصوت اللي كان كيوجهك باش توصل ليا. اللعبه اللي بدات غادي تسالي بالقوانين ديالي. واش انت عارف شنو مسمينك في العالم ديالنا؟ انت معروف عندنا بزاف وسميتك الخازن ولا الصائد حيت كتحبسهم وكتطلقهم في بلايص وحدين اخرين. ولكن راه حتى شي حاجه ما دايمه. ضروري تجرب تكون بلاصتهم وتجرب العذاب ديالهم. قلت لي انت باغي تدمرني علاش باغيني نموت؟ قال لي بالعكس انا بغيتك ديما حي. انت راك كتكملني انت الوجود ديالك مهم. علاش كيحسب لك باغي نضرك؟ انا باغي نعاونك باغي نوجهك باش توصل عندي. انت عندك هدف وانا عندي هدف تاني ودابا مرحبا بك في البيت ديالي ولا البيت اللي صايبتي ليا. قلت لي لا هذا ماشي ديالك هذا ديال جان اللي دمرت لي حياتي وقتلت لي مراتي. ضحك وقال لي انت باقي واقيلا ما فهمتيش. جان كانت غير جزء من اللعبه وماشي هي اللي كنتي كتقلب عليها. اللي كنتي كتقلب عليه واقف قدامك دابا وكان ديما معاك. قلت لي انت اللي بسببك مراتي مات. قال لي واش كان كيحسب لك فاش غتموت ومراتك غادي نموت معاها؟ لا ماشي هكاك. فاش خرج منها اخر نفس وانت شاد ليها في يديها خرجت منها ولقيت بلي انت احسن كتار باش نعيش في هذا العالم بكل حريه. ايه خسرتي كلشي في هذه اللعبه خسرتي كلشي. دخلت للجسد ديالك وبقيت مخبي كنراقب كاع داكشي اللي كدير. وعجبني داكشي ولات الخطه ديالك هي الخطه ديالي. كنسمع فيه وكنحاول نتحرك الخوت وفي الاخر قدرت بعد معاناه كبيره نتلاحى عليه باش نشدو. وفي نفس اللحظه شير بيدو جيتي حسيت بحال ضربني الضو وبحال تشليت وطحت في الارض. ويقول لي واش شتي حتى السلاح اللي اخترعتي باش تاديني به كيعذبك انت في بلاصتي. صافي ما بقاش الوقت اللي نضيعه معاك كتر غادي نخليك هنايا وما نقدرش نوعدك بلي غادي تعاود تشوف الشمس. خاصك تفهم وتتقبل بلي حتى انت غير جزء من اللعبه ولكن الدور ديالك ساله. انا دابا عندي الافكار ديالك كامله والذكريات ديالك واسلوبك في الحياه حتى صوتك. انا وليت انت دابا وانت وليتي حتى حاجه. انا سد الباب وقال لي انا قلت لك بلي دورك ساله ولكن غير باش تعرف اللعبه باقا ما سالات. رجعت لي شويه ديال القوه وقدرت نعاود نتحرك. قربت الباب ولقيته مسدود وانا اللي مصممه باش مستحيل يتحل من الداخل. طليت من التقيبات ديال الباب وكتبان لي البيبان بربعه محيده من بلاصتها ومرميه في الارض قدام كل بيت. وكنسمع اصوات ضحك في كل بلاصه وغوات.
بديت كنغوت عليه وكنقول ليه اش درتي. سمعت الخطاوي ديالو طالعين في الطوج ويقول لي من بعيد مراتك ماتت وانت غادي تتبعها قريبا، كنت قادر نشوف الباب ديال السقف تحل باش يخرج منه. بديت كنغوت كنقول ليه ما تخلينيش هنايا. سميت نعمان غوت تعيت ولكن سد الباب، بقيت كنغوت غير بوحدي. هنا غادي نحسوا القصه اصدقائي، والنهايه ديالها شويه مبهمه، حتى الاحداث ديالها لما مكتيش ما خدمتيش معهم شويه عقلك ما غاديش تفهمهم مزيان. المهم بطل القصه كان كيصيد الجن ولا كيخزنهم بهذه الطريقه هذه، في الاخر ديال الحكايه ديالو. المهم هاد نعمان هذا هو نفس الجن اللي ادى ليه مراتو، في الاخر خدا ليه الشكل ديالو وشخصيته ودوك العيبات ديالو كاملين، وحبسه هو في ديك البوابه ولا الباب الخامس اللي كان البطل كيحبس الجن فيه. سد عليه تما والبطل بقى تما، مابقاش قادر يخرج. مات ما ماتش كدا ما عرفتش، القصه حبسات هنايا. اصدقائي هذا غير باش نخفوا شويه عاوتاني. يلا احبكم في الله، ليله سعيده، اديوس اميغوس. والغرس لا اسقط نوض الغرس وبالشاط، والغرس لا اسقط.